ماما لولو في بيسين تخلص يتولد. هذه لولو كبيرة، دي ماما كبيرة وكيا يتم في بيسين. كارينا شو عندك؟ شنو هيك؟ هذيكا ولد لولو. ترى وليك شنو؟ وليك باباتك وحدك. منيش نحن لوحدي. ليش اش بك تغششت؟ الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة حلوة نحلم أيامها، ارقص وغنوا وانسوا همومها. ايش كنت تعمل؟ ايش كنت تعمل؟ انا لو ضحكتك كسرتها. اه؟ كسرتها. شنو اللي كسرتها؟ كسرتها. هذي في البر ماما. هذي في الفولة. ها؟ زبدو انتيا. برا باش جبت التليفون برا. نوقف هكا في بيتي. بيتك؟ برا في ساعة ستوبلي لولو. ستوبلي. اوكي. ميرسي لولو. مش عادي نهار كامل اليوم، نهار مع ماماتك. هاي ماماتك. باهي نقول لك البروجرام انت قلي به ولا؟ قلي به. نعملو دوش. هاي. نلعبو انا وياك. هاي. نعملو جواش. هاي. نشطحو. هاي. ومن بعد وين تحب نخرجو؟ نخرجو معها بوبولالي. مع قبل الغوتين قديم مرة تسألوني على البارفان تاعها. ناخذه لها من زغا. فما لي مينياتور هذوما يتباعوا مع بعضهم، سينو نفس لي بارفان هذوما تلقاهم فورما كبيره. الحقيقه ابن واحد هو الفير هذا، وبعد الغوز، وبعد هذا انا عجبوني. سينو تجمو تاخذوا لي مينياتور وتشموهم بعديك، تقعدوا لصغيركم بنفس البارفان اللي تحبوه انتوما، وراهم يقعدوا نهار كامل ياسر طياره وريحتهم ياسر فينو. وبالحق هذوما اكثر بارفانات خديتهم من زغا يقعدوا اكثر وقت. فوالا ننصحكم بيهم على الاخر. بيزو ساعات حتى انا مبرفن منهم. راهو قلت لكم لولو خديت لها هذه الغوتين نتاع شعرها لمارك موليتي، ماركه تونسيه ناتوريل. الحقيقه باهية تجم تستعملها. برافو لولو. تجم تستعملها ابارتير من 3 ans. فوالا به اول حاجه نبديلها بيها هو الماسك افون شامبوان، قبل معناتها ماسك للشعر قبل ما تغسل لها شعرها. هذيا بالويل دارغون، فيه الويل دافوكا، فيه الويل دو ريسان ولا لوفيرا. فوالا يخلي لي بوكل بيان هيدراتي والشعر التخبيله اللي فيه تتنحى. فوالا نجيو توا للشامبوان. نغسل لها بالشامبوان تاعها بيان سور، هذوما سان سيليكون سان سلفات وسان بارابين. الحقيقه ينظف بالباهي حتى ما تحسوش يرغي برشا، اما هو بالحق ينظف، ما تعملوش كونتيتي كبيره. بالرسمي هلا بخي شامبوان حاجه ماجيك طياره على الاخر. تعرف بعد ما نغسل شعرها انا بطبيعتي نحسو بيان يدغاتي بالماسك والشامبوان به على الاخر، اما ريت بعد ما نعمل لابخي شامبوان هكا تجي الشعره في يدك راهي دوس، راهي رطبه. راهو حتى صغيرك ما يتمرش كيف تجي تخلص له شعره بعد الدوش، خاطر مش في وسط الدوش مش باهي نمشطو شعرنا في وسط الدوش. تلقاهم نيميروتي 1 2 3 4 سبراي هذايا. اما انا بعد الدوش شوفوا شنو نستعمل. بعد الدوش نخلي الشعر معناتها نشيحو شويه دوبليش بالسيرفييت ونخليه يشيح نكته اليغ ليبر، ومن بعد نعمل الكريم بوكلانت هذيا ونمشط لها بها شعرها. لا تتقلق لا تتوجع، تحس لي بوكل بيان ديفيني بيان هيدغاتي ما فيهمش هذوكم الفريزوتي. ومن بعد نخليه يشيح اليغ ليبر ويخرجوا لي بوكل يهبلوا بيان ديفيني. هذيا تراو فيها انا قداش من مره نستعمله كل صباح.
ما نحبش نبللها شعرها باش ما تمرض ليش. دونك نستعمل لو سبري رافريشيسان هذيا. بيان سور تعرفوا انتم لي شوفو بوكلين بعد يخرجوا يدوكم لي فريزوتي بعد ما ترقد لي بوكل يتكسروا كل شيء. دونك نعمل ضربه سبري ونعاود نخلص لها شعرها، وراهو كيما قلت لكم يساعد انه